يوم العالمي للسرطان الأطفال برعاية كريمة من سعادة الدكتور فهد البليهي مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة الرياض، نظم القطاع الصحي الشرقي فعالية اليوم العالمي لسرطان الأطفال عافانا الله وإياكم، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية وأيضا المجموعات التطوعية، وحضور عدد من الأطفال المصابين والمتعافين من مرض السرطان وعائلاتهم. للمزيد مشاهدينا عن هذه الفعالية انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ العيس الشيباني مشرف القطاع الشرقي. أسعد الله مساءك. مساء طالمك. مساء الخير أستاذ عبس. مساء النور طالمك. يا هلا ومرحبا. أستاذ عبس، حدثنا عن هذه الفعالية وما الهدف منها وكيف وجدتم تفاعل الأطفال وأسرهم أيضا فيها؟ طبعا الفعالية أقيمت يوم الأربعاء 18/5 وهو يوم عالمي ليوافق 15 فبراير من كل عام ويرمز له بشريط الذهبي. أيضا هي تظاهرة سنوية عالمية تهدف لرفع الوعي عن مخاطر السرطان وأهمية التشخيص المبكر، أيضا التعبير عن الدعم للمصابين والناجين من المرض وأسرهم، أيضا تهدف إلى تحسين إمكانية الحصول على العلاج والرعاية الطبية. أيضا أضيف أن سرطان الأطفال في المملكة تقريبا 6% من إجمالي مرضى السرطان في المملكة. طيب كيف رأيتم تفاعل الأطفال المتعافين وأيضا المصابين؟ كيف رأيتم تفاعل أيضا الأسر المتواجدين في هذه الفعالية؟ أكيد أنه أحد الأذرع عندنا في وزارة الصحة اللي هي المشاركة المجتمعية، فإحنا في الفعاليات هذه نحب أنه يكون الموجودين كلهم مشاركين معنا في هذه الفعالية، فيكون فيها ذوي المصاب أو المريض عافانا الله والناس المتعافين من قبل، ايضا يوجد الجهات الداعمه، ايضا الجمعيات التطوعيه، فمن خلال يعني حتى في المكان الموجود اللي احنا فيه اللي هو عالم جمول اللي هو بيئه للاطفال، فلما يكون احنا نجمع المجموعه هذه كلها مكان واحد ايضا تعطي شيء يعني حافز نفسي صحيح للمصاب صحيح للمصاب واسرهم انه في امل، اكيد في امل، اكيد احنا نقدر نسوي شيء. ف يعني زي ما تعرفين انه يعني في ابعاد نفسيه للمرض، فلما الاسره تكون مهيئه متقبله للمرض فتبدا في طريق صحيح انه تبدا يعني يكون موجود لها دافع انه فعلا انه يتغلبوا على المرض، وهذا اكثر شيء احنا نهدف فيه. وفي اشياء ثانيه انه نوعي المجتمع انه الكشف المبكر، لان الكشف المبكر هو تقريبا اللي هو يعني من اهم الاسلحه لمحاربه سرطان الاطفال. على ماذا كانت أستاذ عبس، أعتذر عن المقاطعة، ولكن على ماذا كانت تشتمل هذه الفعالية؟ هل هنالك مثلا بروشورات توعوية للأسر؟ هل كان هنالك ندوات مثلا تحديدا مثل ما تفضلت قلت الفحص المبكر للسرطان عافانا الله وإياكم؟ أكيد احنا كان مشارك معنا ناس، طبعا ضمن المشاركة في الفعالية كان موجود معنا قسم الأورام بمدينة الملك عبد العزيز، أيضا الخدمة الاجتماعية اللي هم يعني مهيئين للناس المصابين، ايضا عندنا مجموعه من المراكز الصحيه اللي كانت مشاركه معنا، الروضة 2 الاندلس تعبير القطاع الشرقي. ففي البروشورات في ندوات توعويه، في محاضرات قيمه، ايضا الاشياء الثانيه حتى تعرفين احنا نتعامل مع بيئه اطفال، فلازم يكون الشيء هذا على المسرح انه يكون في توعيه، يكون في شيء ترفيهي للاطفال، فايضا يكون جو حلو للعائله كلهم يستمتعون بتطور المحاضرات بشكل مناسب. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تحديدا انه انتم دخلتم مثلا الترفيه بهذه الفعاليه دائما سبحان الله بترسخ في عقول الاطفال وفي نفوسهم ايضا. كلمه اخيره استاذ عبس ودك توجهها الى من توجهها؟ انا الامانه اود الشكر لكل اللي حضروا من الاسر اللي جت معنا اللي هو المرضى، ايضا يعني للزملاء في المستشفيات الاخرى اللي حضروا معنا، وايضا وزعوا توصيات للمرضى اللي عندهم ان يحضرون الفعاليه. ايضا نشكر الدكتور فهد المساعد المدير العام بصحه الرياض انه حضر معنا، ايضا جلس مع الاطفال تكلم معاهم وتكلم مع الاسر، وايضا كل الزملاء معنا بقطاع الشرق اللي يعني اجتهدوا واشتغلوا معاهم، وايضا بعض الرعاه اللي كانوا معنا. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا لك استاذ عبس الشيباني على هذه الفعاليه فعلا التوعويه الهادفه اللي فعلا تصب مصلحتها لافراد المجتمع بشكل عام
يعني سواء المتعافين أو المصابين بالمرض، أو توعية أيضا للأطفال اللي ربي يحميهم اللي هم جيل المستقبل فعلا، وتوجيههم وتوعيتهم بالفحص الطبي المبكر. شكرا جزيلا لك، شكرا على إتاحة الفرصة لنا باستضافتك أيضا من خلال الهاتف وتسليط الضوء على هذه الفعالية. أيضا الشكر لكم على إيصال رسالتنا في القناة الأولى. وشكرا لك أيضا.